بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بداية، لا شك أن المحاضرة والمحاضرة أضاف إلينا شيئا جديدا، خاصة أنه الموضوع فلسفي فكري إسلامي، لكن أنا بحب دائما أعلق وضع النقاط على الحروف. كنت أتمنى لو أن المحاضر أعطانا شيء حلول، ولهذا الجابري كتب كثيرا. من وجهة نظرك، من واقع الفلسفي اللي بديشه الآن، أعطيك مثال. طبعا أنا زي ما قال الأستاذ، يعني بدناش نقول كل إشي أمريكي غلط، صحيح. أنا دارس تربية ودكتور في التربية ومجامعة الأمريكية، ودارس في أمريكا وبريطانيا ومرات أمريكا قبل 200 سنة كانت عبارة عن خليط عجيب من أمم مختلفة. أخذت شوي من الثورة الفرنسية. لا شك أن الثورة الفرنسية، والذي لا يعرف فرنسا، هي ثورة العالم. منها ثورة النور والعلم والفلسفة والقانون. حتى القانون اللي بنحكم فيه في محاكمنا الآن فرنسا. قدمت فرنسا. قدموا هذول الفلاسفة للأمريكان. وقاموا الأمريكان، جون ستيوارت ميل وبعض الفلاسفة الأمريكان، وضعوا فلسفة يقول لك ملخصها might is right، القوة. تجدها في السيارة، تجدها في الطيارة، تجدها في الثلاجة، تجدها في الغسالة، تجدها في ترامب. ترامب يمثل فلسفة معينة، ليست فكرية وأخلاقية. أنا بقول فكرية، ماذا نحتاج؟ كنت أتمنى إحنا، طبعا أنا بلخص اللي أعطيتني هم في خمس كلمات: المروءة والسيادة والتسلط والتصوف، والآن نعيش تخبط. قبل الإسلام كانوا عايشين على المروءة، أجل الإسلام جاب لنا التصوف، وقعنا كمان لأنه في الإكستريمز اللي كانوا متشددين أكثر، زي ابن الفارض والتصوف، واللي ألهوا الأمة العربية والأمة الإسلامية، وضاعت المعارك وغزانا التتر ضيعونا. الآن إحنا الآن يا شيخ يا دكتور نعيش هذه الأزمة، فهل من خلطة معينة فلسفة فكرية نأخذها لتنقذ هذه الأمة من الضلال؟ بس بدي أعلق على نقطة معينة. أخذنا من الدين الإسلامي الأخلاق؟ لا. أخذنا الشعائر والطقوس، اذبح وزع، روح على عمرة، روح حج ورجع ورجع، هذا اللي عايشينه الآن. لكن الأخلاق أخذها الغرب. روح على بريطانيا، روح على فرنسا، روح على إيطاليا، روح على الناس، شوف الناس. إسلام بلا مسلم. محمد عبده. لا، عن جد، يعني هو أنا يعني عشت الناس النظام والقانون والأخلاق. الآن ما شاء الله نعيش في أزمة من الفكر. هذا الكلام اللي تفضل فيه حلو جدا لمجموعة فلسفية بدها تحلل دراسات معينة أكاديمية، لكن أنت لم تضع ما نحن بحاجة إليه الآن. نحن نعيش أزمة فكرية كبيرة، فهل لها من منتظر؟ هي الدور داخل مجديد تفضل سبج. أشكر الأستاذ أحمد، يعني الدكتور أحمد، يعني كانت مخرجات المحاضرات يعني بنسبة 100%، يعني أول مرة أعتقد إنه الجمهور فهم كل ما تفضلت فيه. مو متميز المواضيع صعبة طبعاً، وموضوع فلسفي من أصعب المواضيع طبعاً، هي فلسفة الأخلاق، ولا زالت لغاية الآن طبعاً. والنتاج الفلسفي الأخلاقي يعني نادر وقليل، يعني حتى في الثقافة العربية نادراً ما تجد يعني فلسفية أخلاقية. وطبعاً أنا يعني ليش أنا بنوه يعني كفاءة أحمد، لأنه عندنا أزمة في التحاضر. يعني إحنا مثلاً من الجمعية الفلسفية نادراً ما تجد يعني محاضر جاهز ومتمرس بحيث ينقل يعني أفكار الجمهور بسلاسة. يعني احنا مره قعدت انا والدكتور هشام، قال لي اذا في عندنا 10 محاضرين جيدين فاحنا نستطيع انه نصنع حركه ثقافيه ممتازه بالوطن. ومع ذلك يعني ما المحاضرين الجيدين اللي بوصل افكاره
وكذا، يعني الكل مثلا بيجينا بيجيب ورقة بيقعد يقرأ عنها، هذا بيفقد التواصل نهائيا. يعني شوف ميزة دكتور أحمد إنه تواصل، تواصل بالكلام وبالعيون وتمزج الناس، فذلك أنا بشيت فيها. وكويس إنه الأخ عمر سجلها، يعني مهم جدا كان راحت يعني، وأنا بعتبرها مهمة. المسألة أخرى بدي أشير إلى إنه العقل الأخلاقي، يعني هو طبعا يعني لما تيجي للمفاهيم الفلسفية العقل دائما يوضع يعني مقابل الأخلاق، يعني ضد، يعني هيك بدنا نحكي إنه العقل والأخلاق في كفتين يعني متقابلتين. الأمم يعني سيرة الأمم اللي قبل الأمة العربية الإسلامية أنهم يصنعون مشروعهم العقلي والمعرفي، ثم يأتي المشروع الأخلاقي عادة في آخر حلقة من حلقات المشروع الحضاري، يعني ينتجوا معرفة ومعرفة متراكمة، بحيث أن المشروع الأخلاقي يأتي مستندا إلى معلومات وإلى معارف ناضجة. قدرنا احنا يعني الأمة العربية، وطبعا هذا انا بشير جابري ايضا يعني بحث فيه بشكل عميق، انه احنا عكس كل الأمم بدأنا بمشروع اخلاقي، اذا قلنا انه المشروع الديني هو مشروع اخلاقي. فلذلك يعني يمكن تكون السلبية الكبيرة اللي احنا عانينا منها انه اخذنا نحاكم المعارف والعقل بالمنطلق اخلاقي، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا العلم حرام، هاي الكيمياء حرام، هاي الفيزياء حرام. ظلت هاي المسألة حاضرة في كل مرحلة من مراحل النتاج الثقافي العربي. فلذلك يعني الجابري لما ارتأى انه هو الحلقة الرابعة من مشروعه العقل الأخلاقي، يعني هو أخذ الترتيب اللي ساروا عليه الأمم، لأنه كل فيلسوف يبدأ بالمعرفة وليس فقط الأمم، أيضا حتى الفلاسفة آخر حلقة من مشروعهم هي الأخلاق. كانت ميشيل فوكو، ماركس، كذا، كلهم تقريبا انتهوا بالمشروع الأخلاقي. فلذلك يمكن تكون مقاربات الجابري مقاربات معرفية أكثر منها واقعية. لذلك بدنا إحنا نعيد مراجعتها ونشوف الواقع شو بتكلم. يعني هذا هو نفسه الجابري بسمي نموذجه بالنموذج المعرفي، النموذج الإبستمولوجي. قلت أنا نموذجي إبستمولوجي، يعني نماذج عقلية جاهزة ويسقطها على الواقع. هسه حققت يعني هي نجاح ممتاز، ولكن يعني يجب أن نراعي هذا الترتيب، إنه إحنا بدينا بمشروع أخلاقي ولم نبدأ بمشروع معرفي، وإعادة يعني صوغ المقولات بناء على هذا الرأي. شكرا لك يا أبو أستاذ. طيب نأخذ أبو نضار وبعدين نأخذ أستاذ نضار بعدين أستاذ إبراهيم. أول شيء مساء الخير. أنا هو مجرد سؤال بسيط. يعني إحنا اتكأنا في اللي حكيته حضرتك على على الثقافة الكسروية واليونانية والإسلامية. سؤالي ليش ما اتكأنا مثلاً لو إيش ما أخذنا من كونفوشيوس، رغم إنه إحنا وصلنا هناك كمسلمين. هذيك يعني هذيك هناك قضية روحية أكثر من إنها أخلاقية وأكثر من إنها صرفوية. أنت لما تأتي في لغة أنا مش فاهمها، يا أما بنصحك يا أما بسكر مخي وبضل قاعد مشانك، يعني بفهم يعني. أنا بدي أقول لك قصة هاي حقيقية حتى عندي في البيت على شكل تقديم اللغة. أواخر 1987 الواحد قريب إلي جاب مجموعة من الماركسيين على بيت راه مشان يحضروا مع الفلاحين، الفلاحين يتحدثوا مع حضار عمرو يعني مناسف وبيت شعر زي العياني كل المناسف والاشياء فيها، هذول وقفوا صار يحكوا الكاد يحنين ومش عارف
والله بتصير عليك يعني هذا صحيح واقع حقيقي صحيح. المهم في الأخير حضور الشيوخ اللي كانوا موجودين احترموا الضيوف يعني وكرموهم على أعلى ما يمكن من الكرم. لما روحوا مسكوا هذا الرجال بن عقد قالوا بقول لك إنه مترجم والله ما فهمنا عليهم حرف ولا سنتاري يعني قصة حكيت مع أمي نفس القصة اللي بحكي لك إياها. أمي أجى عليها أخوها قال لها أنت واحد عاملي وأنت واحد تاجر وأنت واحد كذا مش عارف تربي أولادك ابنك صاير شيوعي هذا بالستينات قال لها هذا ابن الشيوعي وشيوعي هذا بروح عليك بروح على بنتك يعني بنتك هيك وبنتك هيك بنتك هيك كانت شيوعي كانت معروفة مضبوط صحيح. أمي مسكت الأخوة محمد وحطها له المكان المستودع في القاضي وسكرت هذه وضربت بالكندر على راس ضربت كسرت ما قالت له هذا شيوعي ضربت أجا أبوي كان في الجيش وكان هو يعني مع المصريين بالأيام فأمي قالت له أبوك على أبو اللي ربى الأولاد كيف التربية بهذا أنا شفت قالت له عندي واحد شيوعي بالدار القصة صحيحة صحيح. فأبوي فهم القصة فهم الحين خربطت القرى وفعلا أقول محمد فتح هذا قال لأمي إذا كان الشيوعي لسه هاي ما مسدس بتدخل لك إياه مرتاح منه فات عليه قال لك يا أحمد شو جابك كلمة تجيب الشيوعي شو؟ شو جابك عليك تقول كلمة الشيوعي؟ قال أنا فدائي كيف تبقى تقول خالي غلط وراح اخو محمد راح على قال يا امي انا مش شيوعي ولا شيء ابو الشيوعي تو الشيوعي قال انا في داعي راحت عبطت وصارت هو سوي شايف كيف تقدم غريت المعرفه المنقول صحيح كيف تقدم لغه مناسبه للمتلقي شايف تقدم للمتلقي هذا اهم شيء يمكن موضوع مهم جدا المتلقي اهم شيء شكرا استاذ ابراهيم يسعد مساحة جميلة بحب أشير إلى نقطة هي العقل الأخلاقي يجب أن ينبسط عن المسؤولية الأخلاقية يعني بمعنى يجب أن تكون ترجمة الأخلاقية عندما يكون بموقع المسؤولية والتي تعكس تصرفاته وإنجازاته أستاذ جمال شكرا أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم أنا في سؤال يعني بقول إنه المشروع المعرفي هو امتداد للمشروع الأخلاقي في هذا الوقت هل نستطيع أن نثق بكل ما يصلنا من المعلومات من أجل أن تتوافق مع المعرفة مع الأخلاق فهذا يعني نقطة خاصة في ظل كثرة المطابع والكتب التي تصدر وخاصة قائم هناك على صراعات طائفية وإقليمية وكل واحد بنعود إلى زرادشت اللي هو السلطة يعني للطاعة يعني فكل جماعة إذا لم تكتب لمن يحكم أو يملك الطاعة السلطة فأنت مرفوع. أنا أستاذ الزواهري. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بضيف الكريم. سيد العزيز ابتداء يعني المحاضرة قيمة وشيقة وواضحة يعني الضيف يعني متمكن في موضوعه وهكذا بدالي يعني الموضوع واسع ومتشعب القضية الأخلاقية والقضية الحكم لا يختلفان الأصل أنهم لا يختلفوش الأخلاقية والحكم بدي أنا أبدأ في البداية عندنا موضوع قضية تتكلم بموروث الفارسي وأن الغالب أولع بتقليد المغلوب بجزء العبارة أنا بتقديري ليست دقيقة بل ليست سليمة ليش؟ لأنه الغالب اللي هم الدولة الإسلامية في بداية عهدها لما انتصروا على الفرس كان من المنطق ومن العقل السليم إني أنا أنقل ما يصلح للحياة لأنه النظام إن لم يكن يعالج الحياة فما فيش داعي له وفي بداية النظام الإسلامي في بداية الفتوحات الإسلامية لما انطلقوا بهذه الفتوحات وأخذوا نظام الدواوين عن الفرس هذا عين الصواب وليس يسمى لا يجوز أن يسمى أني ولعت بتقليد المغلوب أو هكذا أنا اكتسبت أنا أخذت الموجود عندي وطوعته لأمري وطوعته لحياتي الإسلام لما قلت الإسلام
هو عقيدة وشريعة وصحيح حياة. عقيدة وشريعة ونظام حياة. هاي نقطة. قضية الطاعة الكسروية وموضوعها هذه، أي نظام في الوجود إن لم يكن فيه طاعة هو ليس نظام، مش نظام ولن يستمر. وإحنا مشكلتنا في قضية الطاعة العمياء، الطاعة المطلقة، الطاعة غير المبصرة، هذا المقصود فيها الطاعة الكسروية. أما الطاعة المبصرة، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والكل يعلم. موضوع المروءة وموضوع الموروث العربي القديم، المروءة واللي ما لهاش مرادف، هذا يعني موضوع سليم. ومن قرأ لامية العرب، لامية الشنفرة، يعرف أن كل موروث العربي موجود في لامية العرب عند الشنفرة. الموروث الصوفي، تفضلت وتكلمت أنه فعلا كان الموروث الصوفي كما كان، وليست الصوفية المبصرة، لأن الصوفية مكون من الأربع حرف، من الصاد صفاؤه، من الواو وفاؤه، ومن الفاء فناؤه، ومن الياء يقينه. هذا الموروث الصوفي، ومعروف بالفلسفة الاشتراقية أنه الصوفية الحقة هي معرفة الحق تبارك وتعالى، وليست الموت أو الفناء كما هو موجود للأسف، للأسف عند كثير من أهل التصوف. ولذلك يعني ابن عجيبة الحسني المغربي في آخر عهده لما كتب عن الصوفية قالوا يسمى سالك، وسالكوها اليوم حزب هالك، فاحذرهم وخشية يفتنوك، واترك نظاما لن يذمك. فهم حتى أنفسهم انتقدوا أنفسهم في هذا الموضوع. إذا كان مشروع الجابري، بوضوح أقولها، إذا كان مشروع السيد الجابري اللي ذكرته حضرتك لا يزال يتكلم بأن الكيمياء حرام وأن الفيزياء حرام وأن الرياضيات حرام، إذا كان يتكلم بهذه الطريقة فيعني باحترامي له ليس مشروعه مشروعا نهضويا. وإلا أين نحن من جابر بن حية؟ أين نحن من الخوارزمي؟ أين نحن من الفارابي؟ أين نحن من فلان أبو الريحان البيروني وكذا 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 وكذا؟ وكلهم عاشوا في الفترة الإسلامية، وكلهم جابر بن حية مش كفروا كافر. أنا لا أدخل من ولا أدري من الذي كفروا، يعني هذا ربما يكون زعم، ربما يكون، وما أخذوا أخبار إلا رواته. شكرا أهلا وسهلا. سيد عمار ننتهي في الستة وحد بعد عمر الطويش أول شيء محاضرة قيمة. شكرا. دوما بحكي نطلع احنا معارض على الرابع والاحزاب بتصيح والكل بيحكي، مش قادرين نرجع لعلماء الاجتماع السياسي ونقول اين نحن وماذا نريد، صح؟ احنا كل شخص يعني بيقدم نازل نقد للاخر بدون ان يرجعوا. الصراحة يعني انا صدمني بشغل الدكتور، يعني كان صدمه المحاضره مرت عليكم بس ادبا انا بديش اكون مركز عليها، بزعل بشويش المداخلات. لما حكيت لعز بن عبد السلام وهي ملاحظه جيده وبعطيك تراث اسلامي، بس انا قريت العقد الفريد اللي حكى عنه، وكان مجتمع يعني عقد 250 سنه او كتاب الاصفهاني لم يكن مجتمع ديني متصوف متعبد متقى الله. يعني انا لليوم ابوي اذا بقول له مش هارون الرشيد اللي قاتل، هارون الرشيد كان في القصر والناس قاتلت زي ما الرئيس الرمز في أي وطن عربي جيشه بقاتله في القصر، يعني صدام حسين دخل الكويت ولا حرب في إيران. خارج المقدسات اللي بنحيطها إنها مقدسات كاذبة، صح؟ يعني شيخ الجمعة لما يخطب لك 1 2 3 4 5 10 عن شخصيات هي ما عملت هيك، هي دعت لهيك ومنه. أنا بتصل معي قريب بقول لي أنت دعيت لمناسبة ما حققتها. فنط على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لي إيش؟ الرسول كان يصل منطقة، قلت له مظبوط، بس بدي أعدد لك خمس صفات أنت منها أنت زعلت نسائي بافترضت. الرسول قال أكرم الضيف، قلب علي. شو مشكلتنا إحنا في الأحرام؟ ندعي أخلاق لا نحملها. يعني لما حكى الدكتور محمد عبده لسه كانت فرنسا محطة لهسه لما راح ب 1100 وهو لسه عايش في الأزهر ومصر صغيرة وكذا. اليوم مش مشكلتنا إحنا بالفساد السياسي ولا الحكومي ولا الديمقراطية ولا الدولة المدنية، إن نعيش في انحطاط بشري رهيب جدا. ليش صدمني الدكتور الأخلاق المدارس خلينا نحكي المناهج الأخلاقية اللي أثرت في الحضارة العربية، منهج سيدنا أبو جهل على هذا الحكي،
اللي هي المروءه. النائب البخيل والله يا اخوان انا هي العلاقه انت بتعرف النور، بعد النيابه بيوم بطعم كان صحن كنافه، لو رحت قلت له ابني روح بحضر ابنك وبدفع قسطه. مثلا ممكن انت جارك ولا عمرك عزمته، لما تناسبه بتعزمه. لذلك حتى الكرم احنا لو بنركز حاكم الطائي فضحنا التاريخ انه ذبح حصانه، اذا التاريخ بخيل صح؟ الكرم اغلبه هو عباره عن استعراض هذا، ولذلك ينتهي الكرم مع انتهاء فلوسه. اليوم انا بحكي لما انت اعطيت على فكره سيدنا ابو جهل لما كان داخل لا خليه زلمه بالعكس كان طول النهار قاعدين. عم انا بدي احكي اليوم احنا بحاجه الى دراسه النظريه الاخلاقيه التربيه. هل احنا نمتلك وعد روحي؟ يعني انا لما قرات الانجيل والرسول بولس سيدنا المسيح اكثر طلع صوفي لا يمكن تحقيقه. أجا رسول بولس قال أنا بدهدكم سياق العلاقة الزوجية والعلاقة مع الدول والعلاقة الجنسية. اليوم أنت مثلا لما حكيت على بحارة الغزالي والله العظيم كأنك تصف اليوم بدنا نروح قنوات يعني أكثر من يتأسس في الدين اللي هم الإخوان في السعودية. هناك منهجين للسلوك، إما المنهج الصوفي على طريقة ابن القيم الجوزية اللي هم بكفروا الصوفية والأشاعرة، تضلك تسبح وتصلي الضحى والمغرب تعزل وإنك تكتفي في أخلاقك. وليش نشأ التصوف؟ إنه الإنسان العربي عجز عن ممارسة أخلاقه مع المجتمع أو طاعة ولي الأمر. ذلك لما طلعت نظرية الخوارج كانت الأخلاق في طاعة ولي الأمر وليس الله، لأن هو يصاغ الله زي ما أنت حكيت فيه. أو المتصوف المعزول، واليوم إحنا إما مسكر على بيته ونقول محترم في حاله أو إنه رجل وطني مطاع. لذلك يا دكتور النظرية اللي حكاها الدكتور هجي إنه إحنا الآن أمام هيكلية وماركسية ورأسمالية صعبة على الشارع، أنا بقول بدنا نرجع لأولى مفردات صياغة النفس البشرية إنها تبدأ في المجتمع العربي تعطي معطياتها الأخلاقية، لأنه 90% الناس تعتصم بعرف أحمد أبو شويش هيك بيبقى هارب من شغله أو بيشتغل في مستشفى حارس البلدية وجاي يحاسب وزير فاسد، لنركز على مستقبل أخلاقي عربي أيا كان منشأه. شكرا. هذا البناء كل محدثات السيرة الإسلامية من الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أنا بدي أبدأ من حيث ما انتهي، هي ثقافة أو سياسة الأردشير. لو نهينا كم أردشير بيقرأ؟ والسياسة سياسة الرسول لازم يكون في أمير، لازم لكل دولة أمير، لأنه تضيع كل ونحن نقول ذلك. مبروك استاذ يا رجل. بدنا حل، ايش لو غنينا يا رجل؟ احنا ما نقول احنا مش مطلوب نلغى الامير. انه الامير يحكم بما يرضي الله. هاي ماي. خلصتي يا ابو ست حاتم ولا شكرا لك. على العموم يعني هو الضبط بقدر ما كان جيد في تبسيط الكتاب وشرح الكتاب، إلا أن الكتاب يجب أن يقرأ. هذه المنظومة يجب أن تقرأ، يجب أن تحاور، يجب أن تناقش. هذه المنظومة وجدت لكي تترك جانب مهم، نقد العقل الذي هو يدير الأشياء، الذي هو يسلط، يعني هو الذي يتحكم بالأشياء. هذا الذي يتحكم بالأشياء يجب نقده وإعادة إنتاج منتجاته مرة أخرى بما يتناسب مع طموحات الناس الأمة. دكتور كمال يازجي قبل 50-60 سنة كتب كتاب معالم الفكر العربي، تحدثنا فيه عن الفرق الإسلامية بمجموعها من المعتزلة للمرجئة لكذا. والمعتزلة أنت بتعرف المعتزلة دعاة العقل ودعاة التفكير، وصار الخلافات وقعدوا في المساجد وطلعت الفرق، ولا جابري ولا 100,000 جابري عمل زي ما عملت الفرق الإسلامية في التاريخ الإسلامي الطويل، ولكن لم نصل إلى نتيجة للأسف. ولن نصل لا جابري ولا غير جابري ما لم زي ما قال الأستاذ نرجع إلى الواقع ونبني عليه. أم بلا أخلاق، بدنا أخلاق، بدنا قدوة، بدنا فكر، بدنا نظام، بدنا قانون يحترم. للأسف فاقدين إحنا كثير من الأمور، صعب أن نطبقها في هذا المجال. شكرا لك. اسمح لي فضل ودي عبد بعد خلص الجدول بعد سؤال. معلش لا استفز زيتون. إلا الأستاذ. طب خلينا نسمع الأستاذ. خلينا نطلع. معلش
لا وبدع على أستاذنا. تفضل. أستاذنا الكبير. يا سيدي أحد رجالات مرحلة ما قبل الإسلام الجاهلية يتكلم عن الشخصية العربية فيقول نحن العرب كسباع الأرض نعيش فرادة ونموت فرادة وحين نجتمع نجتمع وقلوبنا فرادة. فالحس الفردي الموجود عند الإنسان العربي والذي يتمثل بالقبيلة ويتمثل بالفرد الواحد ويتمثل بالحزب، لماذا لا تكون الشخصية العربية قابلة للائتلاف؟ لماذا؟ وشكرا. عامر. بس هو سؤال مباشر دكتور. أول شيء يعطيك العافية وأنا وسهلا فيك وأنت أستاذنا وحبيبنا. دكتور، هل معنى الأخلاق هي الرسائل السماوية وتعاليم الرسائل السماوية، أم هي الأخلاق هي الإنسانية بطبيعتها الموجودة؟ معلش، قبل وجود الرسائل السماوية ألم يكن هنالك أخلاق؟ طبعا. إذن الأخلاق هي موجودة إنسانية قبل ما تكون موجودة سماوية. عززت صح، إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق. شكرا جزيلا. يعني كلها مداخلات قيمة ويعني أضافت كثيرا لما تم قوله في المحاضرة. شاكر جزيلا لكل من داخل. والحقيقة فيما يتعلق بالحلول، أنا أعتقد يعني إيمان الشخصي ووجهة نظر الشخصية أن هذه الأمة لا سبيل لها بالنهوض إلا بالعقل. أنا أقول بالعقل نبدأ، العقل هو الكفيل بأن يرمي عنا كل هذا الموروث الفظيع من الجهل، من الخرافة، من الدجل، من ممارسة التسلط باسم الدين، من ممارسة التجارة باسم الدين، لأن التجارة باسم الدين لا تفشو إلا في المجتمعات الجاهلة. المجتمعات الجاهلة فقط تجد يتاجرون باسم الله بأقدس ما يملكه الإنسان. الإنسان المتدين أقدس ما يملكه إيش؟ دينه. فتجدهم يتاجرون بهذا الدين. لماذا؟ بسبب غياب التحكيم العقلي. الآن أنا أحكي أنه لابد لنا أن نعيد الاعتبار بالدراسات التي تنمي العقل، الفلسفة والتفكير الناقد، المنطق، هذه التي تنمي ملكة التفكير النقد التي تميز. لما يجيك خبر على الواتساب ولا يجيك خبر على الفيسبوك ولا تجيك صورة مركبة ولا صورة فوتوشوب، بس لو الملكة الحد الأدنى اللي تجعلني أميز أنه هذا ليس صحيح، هذا خطأ، وهذا مش أشيره 2000 مرة مش عارف وين أروح ولا أهملها مش عارف شو يصير فيها. يعني على الأقل لو نصل إلى هذا الحد من نحاكم بالعقل كل الظواهر التي تمر فينا، خاصة فيما يتعلق بالأخبار والسوشيال ميديا وترى، وما أحوجنا ما أحوجنا في مدارسنا في جامعاتنا في بيوتنا أن نربي أولادنا على استخدام هذه الأداة التي وهبك الله إياها اللي هي العقل في محاكمة كل ما يأتي. والحقيقة لذلك من هذا الباب ندعو إلى إعادة تدريس الفلسفة والتفكير الناقد في مدارسنا التي تم حذفها في 70s القرن الماضي بفعل سياسي من حزب سياسي كان آنذاك وزيرا للتربية والتعليم وقام بحذف هذه، لأنه يعرف أن إذا الناس استخدمت عقولها سيفلس تجار الدين. أول من يفلس إفلاس الفلاسفة يا سيدي. نعم، بعد ما مات اسحاق فرحان جيت تاخذوها الساعيه. يعني انا ما المردوده هذه هاي مردوده. استاذ لو سمحت، هاي مردوده. استاذ لو سمحت. نعم، اسحاق فرحان شو اللي خطر؟ لو سمحت في حكومه في دوله اللي شال. لو سمحت خليني اكمل. انت ضيف خليني انا ضيف وخليني اكمل. اول شيء انا ما جبت سيره اسم اي انسان. تمام، اللي بين الاشاره تفهم. طيب، ما دام انك فهمت معناته انت تعلم ان اسحاق الفرحان عندما كان وزيرا للتربيه وهو أمين ومرشد جبهة العمل الإسلامي وانتماء الحزبي وقناعة الحزبية هي التي جعلته يتخذ هذا القرار. نعم، مش كونه وزير للتربية والتعليم. نعم، تمام. وهذا القرار نحن نقول
أن هذا القرار اتخذ بدافع سياسي ليس بدافع ديني، لأنه ابن رشد هو فقيه وهو فيلسوف وهو إمام من أئمة المسلمين، وهو فيلسوف وقاضي وطبيب، لذلك المحظور اللي حذفت لأجله في يوم في أوروبا اسمه يوم ابن رشد. تمام، إذا حذفت أنا باعتقادي ما أؤمن به وأدافع عنه، هذه وجهة نظري، وإذا ودك ترد علي أنت حر، يعني هذا وجهة نظرك أيضا أحترمها، يعني حذفت لأغراض سياسية، وأنا واثق من، لأنه أنا أعتقد أنه هذا الحذف، هذا تعطيل الناس عن استخدام عقلها هو مقدمة للركوب على الناس وتجارة الدين باسم السياسة وتجارة السياسة باسم الدين على ظهور الناس اللي الله أعلم بحالتهم. يا دكتور أنا بس عفواً لو سمحت أنا عفواً شغلة مهمة جداً. أولاً سيدي في عنا في التربية والتعليم، أنا موجه تربية ومدير مساعد مدير تربية ومدير تربية ومستشار في الوزارة، لأن في التربية شيء اسمه قانون التربية والتعليم رقم 16، هو أن تضع فلسفة التربية والتعليم في قانون، وهذا غلط، لا يجوز أن تضع الفلسفة في قانون. ليش قانون وضعه في قانون؟ لكي تحاسب أنت بأي خطأ يمكن أن يمارسه المعلم أو الطالب. هذه الأستاذ يعني بس هيك يعني علامش. فإحنا لازم ننطلق زي ما قال الأستاذ من فكر عقلي مفروح، ونأخذ من كل الحضارات ما يناسب مصفاة، ما يناسب مجتمع. وللأسف الشديد أتفق معك أستاذ. شكراً لهذا الرأي التربوي المحترم حقيقة، ونحن لا ندعو إلا أن نبني أمتنا ومجتمعنا على أساس من العقل، العقل الذي جاء قرآننا ورسالتنا في استخدامه. أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون أم على قلوب أقفالها، وعديد الآيات القرآنية التي لا نستطيع أن نعدها في جلسة واحدة. لكن إذا كان في هدف سياسي بالدين، هذه هي المشكلة. إذا استخدم لأهداف سياسية هذه تصبح مشكلة. وابن رشد يقول في المجتمعات الجاهلة يفشو ماذا؟ يفشو تجارة الدين باسم السياسة. أصعب فلسفة الأخلاق أستاذ مجدي صحيح، دائماً إحنا بصراحة أزمتنا أزمة أخلاق. يعني أنا تعجبني مقولة لأحد العلماء والله عالم والله نسيت اسمه، هو إسلامي، يقول إحنا ما عندنا أزمة تدين على فكرة. لا إحنا أمة، أكثر أمة متدينة، أكثر ناس نروح الحج، وأكثر ناس مساجدنا مليانة، في الكنائس فاضية قاعدين يبيعوها بأوروبا يحولوها إلى محال تجارية لأن الناس غير متدينة. إحنا أكثر أمة متدينة، لكن هل منعكس هذا التدين على أخلاقنا؟ هذا غير منعكس. إحنا عندنا ليست أزمة تدين إنما أزمة أخلاق، نحن نعيش أزمة أخلاق فظيعة، لدرجة إنك إذا ودنا نقرب ونحكي من الواقع يعني تعصر مخك وتفكيرك عشان تلقى صنايعي شاطر، تتذكر صنايعي صادق مو شاطر، صادق تعصر مخك عشان تلاقي تتذكر ميكانيكي أو تتذكر صنايعي يخاف الله وشغل أخلاقي. هذه يعني أزمة أخلاقية ما بعدها أزمة. عشان يكره لك صحيح، مسيرة الأمة العربية الإسلامية مختلفة عن باقي الأمم، بدأ مشروعها الأخلاقي ثم مشاريعها المعرفية. يعتقد الجابري بأنه لو قدر لمشروع ابن رشد التمام والنمو في محيط العرب الإسلامي لكان مقدمة لنهضة عربية، ولكان وضعنا غير هذا الوضع. ايضا بالنسبه للشيوعيه، يعني عارفين حرمت، كان يقولوا شيوعي حشاك، يعني بعيد عنه يقولوا فلان شيوعي حشاك، كان يقولوا زمان
أريد أن أنوه الموروث الصوفي يا جماعة الخير ليس موروثا إسلاميا، ليس موروثا إسلاميا ولا موروث عربي. التصوف تسرب إلينا من الهرمسية، من الغنوصية، من الهندية. تمام؟ التصوف شيء جديد ليس في الإسلام، ليس موروثا إسلاميا، هو اللي أورد إن التصوف. بعدين هل نثق بكل المعلومات تريدنا أستاذ جمال؟ يعني إحنا المطلوب منا إن نحكم العقل في كل ما يرد إلينا، لذلك إحنا نستخدم ندعو الناس إلى استخدام العقل وتحكيم العقل حتى نختصر يعني 90% مما يتم تداوله الآن بين الناس من أشياء ومعلومات خاطئة لا أصل لها. الموروث الفارسي أستاذ الزواهرة صح، هو إحنا لا نقول إنه عيب إنهم قلدوا، إحنا لا نقول إنه عيب، نقول صح يعني إجراء صحيح إنهم قلدوا، لكن نقول إنه لأجل المفارقة، مفارقة تاريخية، إنه ما حصل مثل ما دائما يحصل إنه الأمة المغلوبة هي اللي تقلد، لا هذا المرة هي الأمة الغالبة هي التي قلدت، وهذا يعني ليس على سبيل النقد أو الانتقاص أو لا، هذا أمر صحيح يعني هذا شيء إيجابي، لكن لأجل المفارقة. وإحنا نقول إنه ابن خلدون حتى في قاعدته هو يعني أصلا المتفوق حضاريا، يعني صح أنه تفوق عسكريا على الفرس وأخذنا بلادهم ودخل الإسلام إلى هذه الأمة، لكن حضارية عسكرية تفوق، لكن حضارية كانوا هم متفوقين تحت إدارة الدولة، لذلك أخذنا من عندهم حتى زمن النبي، ترى بلشنا نأخذ من عند الفرس زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حفر الخندق، إن كان إذا بدرنا العدو كنا نخندق، فأعجبته الفكرة لأنه ناس عندهم يعني مراس، وهذا ليس لا يعيبه لا ننتقص منه، إحنا نقول لأنها مفارقة تاريخية. قلنا الموروث الصوفي، الموروث الصوفي سلبياته ولكنه موروث دخيل علينا، الجابر يسموه موروث دخيل. ماذا نريد، من أين نحن وماذا نريد، هذا سؤال كبير والله يا أستاذ عمر، يجب أن نصيغ، إحنا تنقصنا يعني تنقصنا الرؤية، إحنا ماذا نريد فعلا حتى في مناهجنا، وأنتوا مجموعة التربوية أحيي أستاذي أبو منصور أستاذي من المدرسة أستاذ محمد عطاونا سكان الصيفة، أستاذ محمد يعني درسني في المدرسة وأنا أتشرف أن اليوم حاضر عندي. مسألة المناهج المدرسية، يعني لما تحط كتاب التاريخ أنت ما تفهم الدولة شو الودية، يعني ماذا تريد أن توصل لعقل الطالب بكتاب التاريخ أو بكتاب الجغرافيا، يعني إحنا لا يوجد رؤية واضحة إلى أين نريد أن نذهب، إحنا وين رايح، يعني شو اللي بدنا اياه بالضبط، تحس انه في يعني ما في ميه موحده او تخبر. رؤيه موحده في حاله تخبط، انت وصفت اشكال وصفت دقيق، لذلك احنا يجب علينا ان نحدد فعليا ماذا نريد. بالنسبه لسؤالك استاذه، يعني احنا لا ندعو يعني لا ندعو انه لعدم طاعه الامير او لا، احنا نقول انه استخدام فكرة الطاعة بالاستبداد هذا هو كان المدمر، لأن استخدامها بالاستبداد هذا هو المدمر، ولذلك ندعو إلى الطاعة مقابلها حقوق واجبات عقد اجتماعي ديمقراطية علاقة مواطنة، مش علاقة إله بعبيد، هذا هو ما ندعو إليه، صح لابد من الطاعة، المجتمعات الغربية مجتمعات فيها طاعة لكن طاعة للنظام مش طاعة لشخص، طاعة للنظام، والنظام له أسس، له علاقة، له عقد اجتماعي في طرفين، في حاكم، في محكوم، في دستور. وبعدين أبو عمر طبعا هذه من مميزات الشخصية العربية، متأثر بالبيئة العربية، البيئة العربية بيئة رملية متناثرة متباعدة، الإنسان العربي أخذ هذا المفهوم
يعني صحيح، يعني الشخصية العربية شخصية فريدة لها طابعها الحضاري الخاص، لكن أعتقد أنه يجب علينا أن نبني أسس مجتمعاتنا على أسس صحيحة. وبعدين يعني آخر شيء مداخلة الأستاذ عامر سمارة، صحيح المصادر الأخلاقية رفيقي أبو خالد، المصادر الأخلاقية مصادر متعددة، ليس فقط الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتمم مكارمه، موجودة لكن متممة. وبالتالي وكانت أسس لأخلاق العقل، أخلاق التي تنبع من الذات، أخلاق التي لا 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 تنتظر ثوابا ولا عقابا، أخلاق الواجب سماها كان. وبالتالي منظومات الأخلاقية منظومات متعددة، وأهم شيء أن نلتزم بالإنسانية، الإنسانية هي اللي هي أحسن مصدر للأخلاق. تمام، مبتغانا كنا. وأنا يعني هذا الأمر لأبو يزن. بس حسنا في فكرتين مرضوطات، الأولى تبع عامر سمارة أن الأخلاق إلى الرسائل السماوية، أول مخلوق بشري من هذا واحد. المفارقة التاريخية لك مش مفارقة، لما الإسكندر هذا الهند والشرق أخذ من حكمة الشرق اللي هي أقدر أمم الأرض بالحكمة والمعارف، وكل دولة كانت تغزو وما كانت تأخذ من الموت، هيك عملوا الإسبان بالأندلس، هيك عملوا الفرنسا، وصلنا الصين وما خدتوش منهم إيش يا زلمة. ثلاث ثواني فقط ملاحظة مهمة جدا بعيدا عن ابن رشد. دكتور ركز على كلمة، انه احنا صرنا نقول في حواليك موظف محترم، في حواليك كهربائي محترم او سرجي. اذا دققت على هاي الملاحظة ستكتشف انه احنا ماخذين فكرة العام ان احنا مجتمع منهار اخلاقيا، نبحث عن شخص نادر محترم. قبل ما انهي موعدنا الاحد القادم، بحب التوقيع ديوان الشاعر عبد الرحيم جدايه في يوم الاحد القادم الساعة 6 مساء. انا بكل قلبي